نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. أعلن منسق وفد مؤتمر الرياض للمعارضة السورية رياض حجاب أن الوفد علق مشاركته في مباحثات جنيف. حجاب قال إن الوفد لن يشارك طالما لم تتخذ إجراءات لرفع الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية وإطلاق المعتقلين، وطالب باجتماع وزراء خارجية المجموعة الدولية لدعم سوريا لإعادة تقييم الإجراءات الإنسانية والهدنة. اتخذت الهيئة العليا ووفدها المفاوض قرارا أمس وأبلغته للسيد دمستورة بأننا أخذنا قرار بتأجيل مشاركتنا في المفاوضات، وأنا أقصد بتأجيل يعني تعليق مشاركتنا في المفاوضات، ولن نكون في مبنى الأمم المتحدة وشعبنا يعاني ويموت من الجوع ويموت تحت الحصار وشعبنا يموت تحت القصف. حجاب طالب المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان ديمستورا بأجندة واضحة وبجدول زمني واضح لتحقيق انتقال سياسي في سوريا. لا يمكن أن يكون هناك عملية سياسية تعمل على إطالة أمد هذا النظام، لن نقبل بذلك. يجب أن يكون هناك جدول زمني واضح وعملية سياسية حقيقية. السيد دمستورة قال هذه الجولة من أجل مناقشة الانتقال السياسي. كم مذكرة قدم النظام إلى الآن؟ مذكرتين. ويتهرب من العملية السياسية. وين دور المجتمع الدولي ودور الأمم المتحدة؟ لماذا لا يتوجه السيد دمستورة إلى مجموعة ISSG؟ ولماذا لا يتوجه إلى مجلس الأمن الدولي؟ المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أعرب عن تأييد الكرملين لاستمرار مباحثات جنيف بشأن سوريا، مشيرا إلى أنها شرط ضروري للتسوية. بدوره أعلن المندوب الروسي الدائم لدى مقر الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في جنيف أن وفد مؤتمر الرياض في جنيف يغلب عليه متطرفون. الدبلوماسي الروسي أسف لتعليق وفد مؤتمر الرياض مشاركته في المباحثات، وقال إن الأسباب التي يستند إليها في رفضه غير مقنعة، مشيرا إلى أن ذلك دليل على غلبة المتطرفين على الوفد. وللمزيد من المتابعة بشأن ما يجري في جنيف ننتقل إلى هناك مع الزميلة رامية الإبراهيم. إليك رامية، تفضلي. شكرا لك ملحم وتحياتي لكم مشاهدينا أينما كنتم. نحن وإياكم مباشرة إذن من جنيف، تحديدا من مقر الأمم المتحدة هنا في هذه المدينة السويسرية. نحن وطاقم عمل الميادين نتابع هذه المحادثات واللقاءات التي تجري هنا في جنيف بين الأطراف السورية. آخر ما يمكن نقله بأنه هناك تعثر حقيقي لسير هذه اللقاءات، وشبه انسحاب يمكن أن نقول أو نصف انسحاب بما الموقف الذي طرحه وفد المعارضة القادم من الرياض. واليوم استمعنا لما قاله في مؤتمره الصحفي المنسق العام لهذا الوفد رياض حجاب، وما طرحه أيضا من مطالب. ربما السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل يحدد مسار جنيف في لقاءته التي تجري هنا بتعليق المشاركة الرسمية لوفد مؤتمر الرياض القادم إلى هنا، أم أنه هناك أطراف معارضة أخرى؟ لعل ربما المؤتمر الصحفي المنتظر بعد بعض الوقت لوفد القوى العلمانية والديمقراطية الذي سيكون كما قلنا بعد الوقت قد يحمل بعض الإجابات، حيث أنه التقى بطبيعة الحال موفد الأمم المتحدة ستيفان ديمستورا. واليوم أيضا هناك لقاء لوفد المعارضة كما توصف في الداخل، أو لقاء حميميم، وربما يطرح هذا الموضوع. للتوسع حول ذلك سينضم إلينا موفد الميادين إلى هنا محمد الخضر، هو موجود في القاعة التي عقد فيها المنسق
العام لوفد الرياض وسنتحدث معه، وهنا أيضا مراسلنا موسى عاصي الذي سأبدأ معه لربما لأنه بعد قليل نحن ننتظر إذن هذا المؤتمر الصحفي لوفد القوى العلمانية والديمقراطية. موسى، هل يمكن أن يحمل لربما المؤتمر الصحفي هذا المنتظر لوفد المعارضة وفد القوى العلمانية والديمقراطية جوابا على أنه مسار هذه المحادثات تحدد فقط إذا ما علقت المشاركة الرسمية لوفد الرياض؟ نعم، في الواقع يعني تحدثنا إلى السيد قدر الجميل قبل بدء هذا اللقاء مع ستيفان دي مستورة، قال أن المشاركة أو المشاورات المحادثات مستمرة يعني حتى ولو علقت المعارضة المنبثقة عن مؤتمر الرياض مشاركتها في هذه المفاوضات فإن المحادثات مستمرة إلى الموعد المحدد. الآن وفد المعارضة المنبثقة عن مؤتمر الرياض أعلن قبل دقائق، وصلتني رسالة من السيد سالم المصري يقول أن الوفد باق حتى يوم السبت بانتظار المؤتمر الصحفي الذي سيعقده ستيفان دي مستورة، وفيه سيعلن حصيلة ما جرى خلال هذا الأسبوع وكيفية المضي قدما في هذه المحادثات، وعلى هذا الأساس سيقرر الوفد إما البقاء أو الاستمرار في جنيف. وهنا أحاديث أريد أن أذكر بها لمصادر غربية في إمكانية تمديد هذه الجولة من المحادثات أسبوعا إضافيا، لأن الفترة التي مرت لم يكون هناك إنتاج حقيقي لهذه الجولات من الحوار. على هذا الأساس يمكن أن نتوقع نهار الجمعة بعد إعلان السيد دي مستورة عن حصيلة مشاورته وعن حصيلة الأجواء التي جرت هنا في جنيف ما سيكون عليه القرار النهائي لوفد المنبثق عن مؤتمر الرياض. إذن بكل الحالات المحادثات لن تتوقف، هناك لقاءات مستمرة داخل مقر الأمم المتحدة، كما ذكرنا هناك لقاء في هذه الأثناء مع وفد القوى العلمانية والديمقراطية من وسطي موسكو والقاهرة، وأيضا لقاء أستانا. هذه المحادثات مستمرة أيضا بعد الظهر مع وفد المعارضة المنبثق عن مصالحة حماميم، غدا لقاء جديد مع وفد الحكومة السورية، وستستمر اللقاءات حتى مساء الجمعة لنعرف ما هو برنامج عمل ستيفان دي مستورة للأيام المقبلة. بكل الأحوال هو جلسة تقييمية ستكون أو إعادة تقييم بانتظار يوم الجمعة ما سيقوله دي مستورة، وهناك عدة لقاءات، إذن المحادثات ما زالت مستمرة. موسى ستبقى معنا، ودعنا وإياك ننتقل إلى محمد خضر. محمد، أنت كنت قبل بدء مؤتمر الصحفي لرياض حجاب وكبت المؤتمر وأيضا الأجواء ما بعده، هل يمكن أن تنقل لنا ما التقطته؟ في الواقع على ما يبدو هناك كان اتفاق ولقاء واسع قبل الإدلاء في هذا المؤتمر وهذه المقدمة الطويلة التي قدمها رياض حجاب. كان له لقاء مع كل مكونات وفد مؤتمر الرياض بكل تفاصيله وتنوعاته. أيضا اللافت ما فهمناه من أحد القياديين الموجودين في هذا الوفد، تحدث عن أن الوفد ينتظر فقط ردودا إيجابية، لأنه من غير المنطقي أن تعالج كل هذه العناوين العريضة والكبيرة التي طرح موضوع الإنساني، الموضوع الإنساني، موضوع المعتقلين، موضوع الهدنة، موضوع الانتقال السياسي. هم لا يتوقعون أن يأتيهم جوابا يعني حاسما في كل هذه الملفات. هو بدأ وقال أنه يمثل الطيف الواسع في هذه الليلة، ينتظرون فقط ردودا إيجابية من دي مستورة. هذه الردود يفترض أن تأتيهم مع هذا التقييم الذي يأتي يوم الجمعة. لذلك على ما يبدو هم أجلوا وأعلنوا ذلك، تأجيل سفرهم ربما حتى يوم السبت، إلا إذا حصل يعني ردا إيجابيا فتمدد هذه المفاوضات، أو يعودون للانخراط في التفاوض بشكل مباشر ورسمي وليس مثل ما يجري حاليا منذ بدء الأمس وحتى يوم الجمعة تعليق لهذه المشاركة والبقاء في الفنادق. محمد، يعني رياض حجاب طلب اليوم أن يكون هناك اجتماع طارئ كما قال لي وزراء خارجية مجموعة العمل السورية، مع الإشارة إلى أن هناك اجتماع عادي لهذه المجموعة ليس على مستوى وزراء الخارجية. هل هناك أي معلومات حول هذا الموضوع أو يمكن أن يكون هناك تعامل معه كونك التقيت بعض من أطراف مؤتمر الرياض؟ في الواقع يعني هو هذا الطلب هو السقف الذي طلبوه، لكن هناك على ما يبدو اتصالات دائمة وحتى ساعات متأخرة من الليل مع السفراء والمندوبين لهذه الدول، وكانت كل الأجواء في الواقع يعني الحديث أنا أنقل عن مصادر الوفد التفاوض القادم من الرياض، الأجواء كانت كلها تدعم بقاء هذا الوفد واستمرار التفاوض. لذلك على ما يبدو أن الأمر حتى خلال هذه الساعات، خلال هذه الأيام، حتى الجلسة التقييمية التي سوف يعلن فيها دي مستورة موقفه، يعني
سوف تكون حالة من التشاور والمد والجزر وربما حتى ضغوطات من هذه المجموعة لبقاء هذا الوفد ضمن عملية التفاوض. ربما الساعات القادمة أو الأيام القادمة سوف تحمل ما يشير إلى هذا الأمر. وكلام عضو وفد هيئة التفاوض عن أنه ينتظر فقط ردودا، ينتظر الوفد فقط ردودا إيجابية وليس بمعنى حلولا كبيرة يصعب يعني الوصول إليها خلال أيام قليلة، هو ما يشير إلى أجواء ربما تشير إلى بقاء هذا الوفد والعودة إلى أجواء التفاوض. بكل الأحوال محمد، يعني ما سمعناه من رياض حجاب أنه يريد جدولا زمنيا ببرنامج واضح لعملية الانتقال السياسي حسب الرؤية التي يتم طرحها من وفد القادم من الرياض. في المقابل بالأمس كان معنا رئيس وفد الحكومة السورية إلى جنيف دكتور بشار جعفري، وقال أنه يعني الولاية الوحيدة المعطاة لهذا الوفد بأن يبحث الحكومة حكومة الوحدة الوطنية كما يسميها الوفد. هناك هو واسعة بين الطرفين، وهناك أيضا أطراف معارضة أخرى يعمل على استمزاج رأيها طالما هناك تعليلات طرحت من الأطراف على ورقة مبادئ دمستورة. محمد تبقى معنا في هذه النقطة لو سمحت، نعود مجددا لموسى بشكل سريع. هذه المطالب التي طرحت اليوم، اللي هو الواسعة على ما يبدو فيما سمعناه مباشرة من الأطراف، من يستطيع ربما أن يقرب بين وجهات النظر؟ نحن بانتظار لقاء فعلا مجموعة العمل الدولية أو عمل أوسع أضيق بين الطرفين الروسي والأمريكي. الواقع يعني هناك في الأيام الأخيرة والمرحلة الأخيرة كان هناك بعض التراجع بالتفاهم الروسي الأمريكي حول الملف السوري. نحن نذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني اتهمت في الفترة الأخيرة روسيا بغض النظر عن الهجمات التي تقوم بها أو الهجوم الذي قامت به قوات الحكومة السورية على بعض مواقع المجموعات المتطرفة في شمال حلب، وهناك اتهامات بأن الطيران من القبل الأمريكي بأن الطائرات أو سلاح الجو الروسي ساهم في هذا الهجوم إلى حد كبير. هناك أيضا اتهامات من قبل الروس، من قبل الجانب الروسي الذي يشارك هنا أيضا في مجموعة العمل الدولية للجانب الأمريكي في باستغلال فترة الهدنة التي المستمرة منذ 27 من فبراير الماضي لإدخال السلاح، وهناك عدد كبير يعني يحكى عن أطنان دخلت خلال الفترة الماضية إلى الداخل السوري. إذن هناك تراجع بالعلاقة بين الطرفين لرعاية هذه المحادثات. نرى أو نشاهد بأم العين انعكاساتها مباشرة بالتراجع أو المراوحة التي نشاهدها في جنوب. خصوصا موسى أنه كان هناك اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وللطرفين كان وجهتي نظر. أوباما قال يجب احترام الهدنة لأنها تخرق كما قال من الطرف الجيش السوري وحلفائه، وبوتين قال عليكم أن تحصنوا الحدود مع تركيا لعدم وصول السلاح للمجموعات المصنفة إرهابية. لذلك بانتظار ربما أن يكون هناك تحرك لربما من الطرفين الروسي والأمريكي. أشكرك جزيل الشكر موسى عاصي مراسل ميادين هنا في جنوب. أيضا دعونا نشكر محمد الخضر موفد الميادين إلى جنيف، ولا ننسى أيضا الزميلين المصورين إبراهيم جزيني وعلي جواد اللذين يرافقان فريق الميادين في تغطياتنا هذه. نعود مجددا إليك ملحم. شكرا جزيلا لك رامية ولزميلين موسى عاصي ومحمد الخضر، بالطبع سنكون معكم لمتابعة كل التطورات تطورات مباحثات جنيف. اتهم رئيس الوفد الحكومي السوري بشار الجعفري السعودية وتركيا وقطر بأنها لا تريد وقف حمام الدم السوري. وفي لقاء خاص مع الميادين رأى الجعفري أن القرار بالتصعيد الميداني من جانب المجموعات المسلحة سابق للقرار السياسي بتعليق المشاركة في مباحثات جنيف. مجموعة السعودية تحديدا مستاءة جدا من التقدم الذي يحرزه الجيش العربي السوري على الأرض. هم يخشون جدا من هذا التقدم العسكري على الأرض. واحد. اثنين، هناك قرار من مشغلي هذه المجموعة في السعودية وفي تركيا وفي قطر بعدم إنجاح الحوار السوري السوري. هم لا يريدون حوارا سوريا سوريا، هم يريدون إفشال جولات جنيف. الجعفري أكد أن اللقاء مع المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان ديمستورا كان مفيدا، وأشار إلى أن الوفد السوري قدم تعديلاته المقترحة على ورقة ديمستورا، ومن ضمن التعديلات الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية بما فيها الجيش السوري. الحكم برأينا كما ورد في بيان فيينا وكما ورد في القرار 2254، الحكم هو حكومة وطنية موسعة. فهذا نحن دخلنا في هذا الإطار اليوم مع سيد ميستورا للمرة الأولى، تحدثنا عن ماهية وتعريف المرحلة الانتقالية، ما يسمى بالمرحلة الانتقالية. قدمنا له أيضا تعريفنا لهذا الموضوع من حيث أن الانتقال السياسي يعني انتقال من حكومة إلى حكومة موسعة، حكومة حالية إلى حكومة موسعة، من برلمان حالي إلى برلمان قادم، من دستور حالي إلى دستور قادم.
فشرحنا له أيضا هذا المنظور السياسي الهام الذي يتعلق بنقاط يعتبرها هو جوهرية. ميدانيا في سوريا، استعاد الجيش السوري المرتفع 1154 على سلسلة كباني شمال شرق اللاذقية وسط اشتباكات عنيفة مع المسلحين المتمركزين في تلال السلسلة المشرفة على جسر الشغور وفق ما أفاد به مراسلنا. الجيش السوري كان قد بدأ عملية عسكرية باتجاه تلال كباني حيث استهدف بالقصف المركز مواقع المسلحين في السلسلة الجبلية. وينضم إلينا من اللاذقية الصحفي مجد ليلى. مجد، كيف يبدو الوضع الآن في ريف اللاذقية بعد استعادة السيطرة من قبل الجيش السوري على بعض المرتفعات التي كان قد سيطرت عليها الجماعات المسلحة؟ نعم ملهم، في الحقيقة اليوم السيطرة على المرتفع 1154 والإضافة إلى السيطرة على تلة الزويقات هو تقدم مهم للجيش السوري، كان قد تعثر في تحقيقه في المرات الماضية وفي الهجمات الماضية التي نفذها باتجاه سلسلة كباني. اليوم فتح جبهة كباني في ريف اللاذقية، يعني بطبيعة الحال فتح جبهة مباشرة باتجاه ريف إدلب الغربي وجبهة جديدة ونافذة جديدة على مدينة جسر الشغور، وهي النافذة الغربية على التجمع الأكبر أو ثاني التجمعات الكبرى في ريف إدلب لجبهة النصرة ولجيش الفتح. المعارك الآن تتركز على هذه السلسلة في محاولة للجيش السوري من بتقدم إلى تلة السريتيل وإلى قرية كباني الصغيرة التي تقع ضمن هذه التلال، وهي قرية مشرفة حقيقة على بلدة السرمانية وعلى جسر الشغور ومدينة جسر الشغور. المعارك الآن هي معارك تدور على مسافات قريبة جدا بين الجيش السوري وبين المجموعات المسلحة التي حصنت في هذه السلاسل الصخرية وهذه الجبال الجردية. اليوم الطيران الحربي ركز ضرباته على قطع طرق الإمداد الواردة إلى هذه الجبال من ناحية ريف إدلب الغربي من مدينة جسر الشغور وبلدة السرمانية وأيضا من الحدود التركية شمالا. إذا نستطيع القول اليوم أن الجيش السوري بتقدمه باتجاه تلة 1154 وتلة الزويقات وفي حال سيطرته على تلة السريتيل هو يكون قد كسر أهم خطوط الدفاع الأساسية للمسلحين عن تلال كباني، والتي بطبيعة الحال هي خط أساسي للدفاع عن ريف إدلب الغربي ومدينة جسر الشغور تحديدا. أي أن الجيش السوري إذا ما استطاع تأمين هذه التلال بشكل كامل ستكون مدينة جسر الشغور بالكامل في مرمى مدفعية الجيش السوري ومرمى نيران الجيش السوري، تمهيدا للتقدم إليها من محورين هو سهل الغاب في جنوب جسر الشغور والإضافة إلى تلال كباني من الغرب مرورا ببلدة بدامة في ريف إدلب المحاذية لريف اللاذقية الشرقي. نعم شكرا جزيلا لك مجد ليلى، صحافي سوري كنت معنا من اللاذقية. استشهد 3 أطفال من عائلة واحدة بقصف الجماعات المسلحة لبلدة كفريا المحاصرة بريف إدلب الشمالي، ووفق مراسلنا فإن مسلحي جيش الفتح استهدفوا البلدة بصواريخ محلية الصنع ليرتفع عدد الشهداء من الأطفال في الفوعة وكفريا إلى 4 خلال 24 ساعة الماضية. نبدأ من الميدان، حيث يستهدف الجيش العربي السوري أوكار الإرهابيين في ريفي دير الزور وحمص ويوقع في صفوفهم خسائر كبيرة. جولة على الواقع الميداني في تقرير إياد خلف. عمليات مركزة للجيش العربي السوري تستهدف أوكار الإرهابيين على عدة محاور، حيث دمر سلاح الجو آليات لإرهابي تنظيم داعش شمال وشرق تدمر بريف حمص الشرقي. إلى ذلك استهدف سلاح الجو في الجيش العربي السوري تجمعات وآليات لتنظيم داعش الإرهابي في حواجة سكر والبغلية بريف دير الزور وفي ريف السويداء. قضت وحدة من الجيش والقوات المسلحة على 10 إرهابيين من تنظيم داعش في تل شهيب. أما في ريف اللاذقية الشمالية فقد أحبطت وحدات من الجيش والقوات المسلحة هجوما إرهابيا على عدد من النقاط العسكرية، أدى لمقتل عدد من الإرهابيين وتدمير آلياتهم وعتادهم. وفيما يخص وقف العمليات القتالية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مركز التنسيق الروسي في حميميم رصد 5 خروقات قامت بها تنظيمات إرهابية في اللاذقية وحماة خلال 24 ساعة الماضية.
أكدت مصر أن الجولان العربية السوري جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية التي احتلها الكيان الإسرائيلي عام 67. وقالت الخارجية المصرية في بيان إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حول الجولان السوري المحتل تعد انتهاكا لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية المتمثلة في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. أعلنت موسكو أن وفد معارضة الرياض إلى الحوار السوري يغلب عليه المتطرفون الذين لم يرغبوا منذ البداية بإجراء أي حوار وقدموا شروطا مسبقة. المندوب الروسي الدائم لدى مقر الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في جنيف أليكسي بوردودافيكين أو بورودافيكين أعرب عن أسف بلاده لتعليق وفد الرياض مشاركته في الحوار ووصف ذلك بأنه قرار خاطئ. بورودافيكين أشار إلى أن المتطرفين في الوفد لا يزالون يعولون على استمرار إراقة الدماء في البلاد، معتبرا أن الحوار سيستمر لأن ثمة مجموعات أخرى في المعارضة. ديمستورا يغادر جنيف إلى إيطاليا لأسباب خاصة، فيما المعارضات المرتبطة بمشغلين من الخارج تحاول عرقلة اللقاءات التمهيدية لحوار جنيف. مزيد من التفاصيل في تقرير بهاء خير. الهدوء الذي يظهر في جنيف يخفي سخونة وتصعيدا وراء كواليس اللقاءات التمهيدية للحوار السوري السوري. وفد الجمهورية العربية السورية قدم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا تعديلات الوفد على الورقة التي قدمها ديمستورا، وهو ينتظر ردود أفعال المعارضات على تلك التعديلات. في هذه الأثناء فضلت معارضة الرياض ومن سار في ركبها أن تهرب إلى الأمام، فلجأت لإبلاغ المبعوث الأممي برغبتها تعليق المشاركة في الحوار، فيما يبدو أنه شكل من التصعيد ومحاولات العرقلة من خلال الحرد السياسي. لقاءات ديمستورا مع معارضات القاهرة وموسكو والأستانة لم تكسر جليد الجمود في المواقف، سيما وأن مشغلي معارضات الخارج أصدروا تعليماتهم لأدواتهم بالتصعيد على الأرض من خلال خرق وقف الأعمال القتالية من جهة ومحاولات تعطيل الحوار في جنيف من جهة أخرى. أعربت موسكو عن استعدادها للتعاون مع واشنطن في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة التهديدات العالمية الأخرى. ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنتونوف أن وزارة الدفاع الروسية أقامت علاقات عمل جيدة مع الولايات المتحدة وتعاون الجانبان في مجال مكافحة الإرهاب في سوريا. وقال أنتونوف أن لدى موسكو ترتيبات واتفاقات محددة بشأن التعاون في المجال الجوي، وأنها على اتصال وثيق مع الجيش الأمريكي، موضحا أن التعاون لا يزال متواصلا وتم التأسيس لنوع من التفاعل بين الجانبين. موسكو تجدد مواقفها تجاه الأزمة في سوريا وتؤكد أنه لا يمكن السماح بتحقيق محاولات التنظيمات الإرهابية في سوريا السيطرة على عدد من المناطق. كما انتقدت موقف واشنطن الرافض لتحديد وفرز الإرهابيين في حلب. تقرير يحيى كوسا. في مواجهة محاولات نسف خطة الحوار بشأن سوريا، نوهت روسيا بمواقف وفد الجمهورية العربية السورية في جنيف الذي يسعى بجدية لتحقيق نتائج إيجابية، ودعت إلى مواصلة محادثات جنيف والإسراع في تحديد وفرز الإرهابيين، كذلك إلى وقف محاولات التنظيمات الإرهابية السيطرة على المزيد من المناطق في سوريا. الناطق الرسمي باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أكد أن بلاده لن تسمح بتمدد الإرهاب في سوريا، مشددا على أن الرئيسين بوتين وأوباما أكدا خلال اتصالهما الهاتفي أمس عزمهما على تعزيز وقف العمليات القتالية وعلى مواصلة محادثات جنيف.
وحول تعليق مجموعة معارضة الرياض مشاركتها في محادثات جنيف، أعلنت موسكو أن المحادثات ستستمر مع مجموعة موسكو والقاهرة ومعارضة الداخل. الموقف الروسي الحاسم في مواجهة الإرهاب في سوريا ومواصلة المحادثات عززه الإعلان عن ازدياد عدد إرهابي داعش في أفغانستان إلى 10,000، الأمر الذي تعتبره موسكو خطرا جديا على آسيا الوسطى وروسيا، وهذا يستوجب مواجهة شاملة مع الإرهاب وداعميه في السعودية وتركيا. المفتي العام للجمهورية العربية السورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون يؤكد أن سوريا وطوال 5 سنوات تدفع ثمن مواقفها وأنها تحارب بفكر متطرف أتاها من الخارج. وخلال لقائه وفدا برلمانيا فرنسيا برئاسة النائب جيرارد بابيت، أضاف المفتي أن ثمة حاجة اليوم إلى تحرك أوروبي فاعل تجاه الإرهاب وداعميه، وأنه إذا لم تتحرك أوروبا الآن في التصدي له فلن يتوقف الإرهاب لا في سوريا ولا حتى في أوروبا. بدوره أكد رئيس الوفد جيرارد بابيت والنائب كازو برنار على أن الصورة اليوم باتت واضحة وبات هناك اختلاف في الرؤية لدى المجتمعات الغربية. الشعب اللي قدر يعيش بتعاون وتعايش لازم يستمر، ولازم هالحرب السيئة هالحرب القاتلة المدمرة توقف، وهن دائما بيحملوا رسالة سلام من فرنسا. نعم، очень полезно эти обмены мнениями. من المفيد جدا بالنسبة لنا تبادل الأفكار كما حصل اليوم، وهذا هام جدا لمستقبل العلاقات بين سوريا وروسيا، فنحن نحاول أن نبني علاقات مشتركة بين البلدين تستمر لمئات السنين. وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية يؤكد على أهمية تنسيق كافة الجهود الحكومية والأهلية في مجال المصالحات. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. أكد الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية على أهمية استكمال ملف المصالحة المحلية بمنطقة قدسية وتنسيق كافة الجهود الحكومية والأهلية لإزالة كافة الصعوبات والعراقيل، مشددا على ضرورة الانتقال للمراحل الأخرى في إنجاز هذا الملف تمهيدا لعودة الحياة الطبيعية لأكثر من 600,000 مواطن من أهالي المنطقة. جاء ذلك أثناء لقائه مع وفد من أهالي المنطقة بحضور ممثل روسي عن مطار حميميم للمصالحات. وبيّن حيدر أن الحكومة تولي اهتماما لمعالجة هموم المواطن، مضيفا أن العلاقة بين الدولة والمواطنين هي علاقة ارتباطية تبادلية لحماية المناطق. الوزير حيدر أشار إلى أن إنجاز المصالحة في منطقة قدسية سيكون له انعكاسات إيجابية على المناطق المجاورة لها، وبخاصة منطقة الهامة وامتداد وادي بردة، مشددا على الابتعاد عن الشكليات والاهتمام بصلب مشروع المصالحة والعمل بنوايا صادقة بعيدا عن أي استغلال، مضيفا أن عمل المصالحة هو عمل طوعي شعبي يخدم السوريين ويتصدى للفاسدين. وقدم الوفد رؤيته واقتراحاته لاستكمال مشروع المصالحة وضمان إنجازها، مؤكدين التزام الأهالي بمشروع المصالحة. السياسات العدائية التي ينتهجها نظام أردوغان داخليا واتجاه سوريا تنعكس على وضع نظامه ومواقف المعارضة من أردوغان. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. لم يكتفي زعيم النظام التركي أردوغان بما استقدمه لبلاده من إرهاب وعمليات إجرامية عاثت قتلا وخرابا، بل ما يزيد الوضع سوءا الانشقاقات والانقسام الداخلي الحاد الذي ظهر واضحا في السياسات التركية، وهو ينبئ بانفجارات سياسية مدمرة. نائب رئيس حزب العدالة والتنمية السابق الذي انشق عن النظام التركي العام الماضي حسين جليك كشف أن أردوغان شكل تحالفات تعادي الجميع وهي محكوم عليها بالفشل والفناء، وأن حزب العدالة والتنمية تحول إلى عصابة لا تجمعها سوى المصالح المشتركة والفساد.
بدوره صلاح الدين ديميرتاش زعيم حزب الشعوب الديمقراطية التركية أكد أن العدالة والتنمية وأردوغان لا يترددان بحماية كل السفلة والساقطين أخلاقيا والذين يقومون بأعمال حقيرة باسم الإسلام، منددا بمساعي أردوغان وأحمد داود أوغلو لمحاكمته بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه. حتى الإعلام التركي ورغم التهديدات التي تطاله لم يتوقف عن نشر مهازل أردوغان، حيث أكد الإعلامي التركي جان أتاكلي أن أردوغان دعم تنظيمي داعش والنصر الإرهابيين منذ بداية الأزمة في سوريا، وهو لا ولن يحارب داعش لأنه يخاف منه ومن عملياته الإرهابية في تركيا ومن احتمال كشف التنظيم الإرهابي أسرار العلاقة بينه وبين المخابرات التركية طيلة السنوات الماضية. والآن جولة مع لور خضور على أهم الأخبار العربية والدولية، إليك لور. شكرا لك ربا، أهلا بكم. أعلن قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله السياري عن انطلاق مناورة بحرية مشتركة بين القوتين البحريتين الإيرانية والباكستانية في مضيق هرمز. رئيس الإكوادور يعلن أن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب بلاده في 16 من نيسان ارتفع إلى أكثر من 400 شخص، بينما تحتاج إعادة البناء إلى مليارات الدولارات. الجيش النيجيري يقول أنه صد بدعم من القوات الجوية هجوما لمقاتلي جماعة بوكو حرام الإرهابية في شمال شرق البلاد. مكتب الرئيس الفرنسي يعلن أن فرنسا وقعت عددا من الاتفاقات بملياري يورو مع مصر خلال زيارة الرئيس فرانسوا أولاند للقاهرة. المستشار الاتحادي النمساوي فيرنر فايمان يدعو إلى تنسيق دولي وأوروبي لإيجاد حل لأزمة اللاجئين ومكافحة عصابات تهريبهم. القائد العام للسلاح البحري الروسي يعلن أن أكثر من 50 سفينة حربية جديدة ستدخل الخدمة مع القوات البحرية بحلول عام 2018. هذا كان كل شيء، عودة إليك ربا. لور شكرا جزيلا لك، وهذه الرئيسية لمن يريد متواصلة وفيها أيضا. الرئيس الأمريكي يرضخ لضغوط النظام السعودي.